انا جيس الحكيم وده هاري بنات. لو انت عايز تعرف حبيبتك صاحبتك من اني نوع، كمل معانا الحلقات اللي جايه عشان تعرف هي اني نوع فيها. ازاي تعرفي ان هو بيخلع منك او هو زهق منك؟ اول حاجه كده هو بيبقى مديكي اهتمام، تحس ان هو دون جوان، فبيبتدي الاهتمام ده يقل واحده واحده، بان بقى مثلا اقفلي دلوقتي اصل انا بعمل حاجه، ما كلمكيش مثلا طول اليوم وبيكلمك في الاخر او انت بتكلميه في الاخر عشان تطمني عليه، فيقول لك مثلا اصل انا كان عندي شغل كتير قوي، بيتكلم مثلا معاكي 5 دقايق ويروح قافل ويقول لك اصلا هدخل انام. فانت تدخلي طبعا روح المفتش كرومبو اللي جوانا، فبندخل بقى نقعد نبص على الواتساب هو اونلاين ولا لا، الفيسبوك، الانستجرام، ففي الاخر تلاقيه اونلاين ما شاء الله. ايه ده انت اونلاين حبيبي، ايه ده في ايه؟ فهو حبيبتي لا، هو مش داخل ينام، هو زهق منك مش عايز يتكلم معاكي او زهق من علاقتكم. يبقى عنده وقت فاضي وانت عارفه يوم اجازته، يعني اوريدي كنتوا بتتقابلوا في الايام دي، فجاه اصل انا دلوقتي عندي مثلا مشوار مهم جدا، اصل انا مش فاضي، اصل انا رايح اصلح العربيه، اصل انا رايحه اصل عايزه انام. ده كله حبيبه قلبي انسي، هو بيخلع، هو بيجري. فانت لو لقيت اي حاجه من اللي انا بقولها دي اخلعي، فهتلاقي كل الحاجات ابتدت تتعكس. تمام، جميل، هو ده حب عمري، هو ده اكتر واحد في حياتي خرب لي الدنيا. بتبتدي كل حاجة تقل، خروجات مفيش، بتتقابله في الشهر مرة لو اتقابلته، في الأسبوع بيكلمك 3 4 مرات، الواتساب بتبعتيله وهو ما يردش. أنا مش عارفة في، أنا ابتديت أخرب على الرجالة على فكرة. هو ما بيبقاش متردد، هو بيبقى مش عايز، يعني خلاص بيقولك امشي. فبتبتدي كل حاجة تقل، زي ما قلت في الأول الاهتمام، مكالماتك او مكالماته، ولو انتي كلمتيه فهو بيكنسل، ممكن ما يبقاش عنده حاجه ويبقى قاعد في البيت عادي، بس هو بيكنسل عليك عشان هو مش عايز يتكلم معاك. بيبتدي بقى هنا الراجل يموف اون منك، يروح لاصحابه، فاصحابه الرجاله يشوفوا له صحاب تانيين، فبيلاقي واحده تانية ويبتدي يهتم بيها، بس انتي مش موجوده، هو يقول لك لا ابدا انا موجود، لا عادي انا بس مشغول الفتره دي. هو بيشوف الاوبشن التاني انظامه، عشان تبقي فاهمه، هو بيشوف الاوبشن التاني ايه الدنيا، لو ما جاتش منها هي انتي موجود، انتي الاوبشن التاني، انتي بلان 2، انتي مش بلان 1، ولو انتي هتبقي حاسه ان انتي بلان 2 اخلعي، ما تقعديش نهائي. ده ظلم ده على فكره. لا ظلم ايه يا حبيبي، وانا ليه ابقى اوبشن 2 وانا ممكن ابقى اوبشن 1؟ يعني ليه ما تهتمش بيا؟ ليه ما تفضلش كل حاجه حلوه موجوده بتزهق مني؟ مش الغلط مش فيا، الغلط انا موجوده وبسبورت وكل حاجه موجوده، بس انت الغلط من عندك انت، انت لا وانتوا كمان بتتغيروا على فكره. احنا مش بنتغير، احنا بنكون لسه موجودين بطاقتنا وحياتنا. لا هي حلاوه البدايات بس. لا هي مش حلاوه البدايات. هي بعد، بس انا مش بتكلم في حلاوه البدايه، انا بتكلم بعد حلاوه البدايات. يعني بعد حلاوه البدايات ايه اللي بيحصل؟ انتوا بتزهقوا، ما تبقوش عايزين. لا بعد حلاوه البدايات ما بقاش فيه اهتمام ولا في اي حاجه، فالطبيعي بنشوف حد تاني نحتضنه. لا على فكره ثانيه، بيبقى فيه اهتمام من الجزء انثوي، لكن انتوا ما بتكونوش عايزينه، انتوا بتشوفوها خنقه، خلاص كفايه، وانا صحابي اهم، وانا دنيتي اهم، شغلي اهم، مفيش حد مشغول 24 ساعه، المسج مش تاخد منك ثانيتين ثلاثه تكتبها، المكالمه مش هتاخد منك بالكتير 5 دقايق. من حقنا ان احنا نحس بالاهتمام، من حقنا ان احنا نفهم مشاعرنا ونفهم مشاعركم كرجاله ناحيتنا، علشان نقرر احنا هنفضل موجودين ولا مش موجودين، لان في رجاله كتير قوي بتعلق البنات. يعني ايه بتعلق البنات؟ يعني انا موجود ومش موجود، هرد عليكي بمزاجي مش هرد عليكي بمزاجي. وانتوا برضه بتعملوا كده على فكره؟ لا اتاكد، لو هي بتعمل كده يبقى هي مش بتحبك. طب الحق انا ابعت رساله. لو ما ردتش عليك في خلال يا عم اديها 4 ساعات اخلع اجري. شكرا، ودي حلقه النهارده من هاري بنات مع جيس الحكيم.